السلام عليكم اعزائي متتبعي القناه شيخ مريم. اليوم ان شاء الله غادي نحط فيديو ديال طريقه تحضير زعلوك. غادي نحتاج 3 ديال الفلفلات و 3 ديال التنجيرات، غادي نشويهم. من بعد ما درت الفلفله والبنجال تشوى، دابا غادي ندير مطيشه في الطاجين، غادي نضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون، نضيف معلقه ديال شرموله ديال الحوت اللي فيها القزبر، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وشويه ديال التحميره، والثومه. من بعد ما تقلات مطيشه مزيان، دابا غادي نضيف الفلفله اللي شويتها. بعد ما تقلات مطيشه والفلفله مزيان، انا كنفضل انني ندير الزعلوك في الطاجين. دابا غادي نضيف، بالنسبه اللي بغات دير زعلوك في المقله راه ممكن، غير هو الطاجين كيعطي واحد البنه زوينه. الوصف النهائي ديال الزعلوك من بعد ما كيطيب، بالنسبه للزعلوك كنفضل انني ما نديرش فيه الحار. بالنسبه اللي كيبغي الحار ممكن يرافقوا بالفلفله مرقده حاره. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الا عجبكم ديروا ليه لايك وما تبخلوش عليا التعليقات ديالكم، ولا بغيتوا شي حاجه خليوها لي في كومونتير باش نديرها لكم في فيديوهات جايه ان شاء الله.